مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في برنامجنا الجديد بيت الداء والدواء اللي هو المعدة. نعم، أطلق عليه العرب قديما بيت الداء والدواء، وهذا طبعا شيء ليس بالبسيط، لأنه فعلا أثبتت كثير من الدراسات أن معظم الأمراض ليست بسبب الفيروسات ولا البكتيريا، ولكن معظم هذه الأمراض تأتي من الأطعمة التي نتناولها. قد نتناولها بطريقة خاطئة، قد نتناولها بطريقة غير صحيحة، قد نتناولها مختلطة مع أطعمة أخرى لا تتناسب. صراحة لماذا بدأت في هذا البرنامج، أو هذا سيكون هو المقدمة اليوم، وسيكون هذا البرنامج كل يوم ثلاثاء. لماذا بدأت بهذا البرنامج؟ لأن هذا الموضوع قريب على قلبي، حيث أني عندما سافرت إلى دول في شرق آسيا ودول في أوروبا كنت أسمع منهم أنهم يأكلون الأطعمة لأسباب معينة. اليوم سيكون معي ضيف، وهو ضيفنا الدائم إن شاء الله في هذا البرنامج، صديقنا العزيز دكتور سامح مصطفى. أهلا وسهلا فيك يا دكتور سامح. اهلا اهلا، ازيك يا دكتور جمال؟ اخبار حضرتك ايه؟ طمني عنك. الله يحفظك، الحمد لله كلنا بخير، كل سنة وأنت طيب، وإن وانت شاء الله يكون موسم طيب. الحمد لله باذن واحد احد ان شاء الله. ان شاء الله دكتور سامح، إحنا امرني. اليوم حنبدأ إن شاء الله معك في سلسلة اسمها دار الدواء، بيت الداء والدواء، اللي هي المعدة، عشان نعلم الناس ليش بوكلوا وكيف بوكلوا وكيف يأكلوا. تمام، لكن الناس بدها تعرف من هو سامح مصطفى، لو تعرفهم بنفسك. انا اسمي سامح مصطفى، انا هوليستيك نيوتريشنست او اخصائي تغذية شاملة، واقدر اقول ان انا ويت لوس هيلث اند نيوتريشن كوتش. معايا ماجستير في علم وظائف الاعضاء، تحديدا الغدد والهرمونات، founder of Pinnacle Health and Nutrition هنا في لندن اونتاريو. انا مقيم في لندن اونتاريو وانا مؤسس Pinnacle Health and Nutrition. شوي شوي يا دكتور علينا، شوي ماشي. شوي، احنا عاوزين نعرفك كويس لانه هاي الحلقة هي المقدمة. انا يا حبيبي تحت امرك. هوليستيك ايش هي معناها بالعربي، او كيف ممكن انت تفسرها للجمهور؟ شو هذا النوع من الطب اللي بتستخدمه؟ بص سيدي الفاضل، كلمة هوليستيك معناها شامل. شامل معناها ان انا كبني ادم مش فقط باكل او مش بدخن عشان اكلي وحش. البني ادم بيبقى عنده صحة جسدية، وبيبقى عنده صحة نفسية، وبيبقى عنده صحة عضلية. احنا عضلات واعضاء، وفي نفس الوقت في عندنا البرين اللي بيكوميونيكيت مع الناس التانية، وبيبقى نتيجة الكوميونيكيشن ممكن أبقى تحت ستريس أو أبقى تحت كونديشنز مختلفة. نعم. الحاجات دي كلها ممكن تؤدي إلى زيادة الوزن، وممكن تؤدي الحاجات دي كلها برضو إلى الستريس. فعشان أنا أقدر أساعد البني آدم اللي معايا إن هو على سبيل المثال يقل في الوزن بتاعه، لازم أعرف إيه هو السبب الرئيسي اللي تخنه. غالبا بيكون الثلاثة مع بعض. عيني عليك برده. الله يحفظك. وبالتالي يعني انا ماشي اقول له انا هديك الميل بلان بتاعتك وتوكل على الله وهتخس. انا بديش احكي، يعني انت مش هذاك الساحر اللي بنشوفه في التيك توك اللي بيقول لك انا وجدت الوصفة السحرية، اشرب 5 مرات هاي الخلطة وعيش حياتك. انا عندي دايما بقول على النقطة دي حاجة مهمة قوي، اقول ان الاوت ميل جميل قوي للكوليسترول، واقول ان الرياضه جميله قوي للكوليسترول، واقول حاجات كتيره قوي جميله قوي. لو هنقعد نعد كميه الاكل الجميله قوي للكوليسترول، يعني احنا ممكن نحطهم في كبسوله البني ادم يخف زي كده اللي بياخد الدواء مره واحده، لكن دي مش حقيقه. الحقيقه ان احنا بنتعامل مع جسم، بنتعامل مع بني ادم عنده اعضاء وعنده عضلات وعنده مخ وعنده هيستوري كده لازم نعرفه عشان نقدر نساعده. ولما البني ادم يبتدي يعمل الحاجات ديت بيحس ان هو بقى بني ادم تاني خالص. والفكره الاساسيه اللي على اساسها انا ابتديت البراكتس بتاعي هنا ايه؟ ان
معرفش الناس كلها عارفة الكلام ده ولا لا، بس 90% من الناس اللي بتحاول تخس بترجع في الوزن مرة تانية. طيب فتحس ان انت بقى بتعبث ان انت يجي لك الزبون او يجي لك الكلاينت بتاعك وتحاول تخسسه، وبعدها بشهرين ثلاثة يقول لك انا تخنت. لازم يتعلم ايه الاسباب اللي خليته وصل للمرحلة دي. اللايف ستايل بتاعته لو كانت كويسة ما كانش الدنيا معاه مشت بالغلط، وابتدى يتعب وابتدى يبقى محتاج مساعدة. وبالتالي لازم نشوف اللايف ستايل بتاعته عامل ازاي، ونغير له اللايف ستايل ده بلايف ستايل جديدة تجيب له الماكسيمم جيناتيك بوتنشال بتاعه، ويبقى البيست فيرجن اوف هيم سيلف او هير سيلف، وما يرجعش تاني خالص. انا مش عايز اشوف. تدرس كل وضعه من A to Z عشان تعطيه بلان من A to Z. طبعا. وتشيل الخلطات السحريه دي لا، ما فيش حاجه اسمها خلطات سحريه. حتى هو ال 1 to 1 consultation، يعني عندي جروب وعندي 1 to 1 consultation. ال 1 to 1 consultation بنيجي مع بعض نعمل مثلا سي، نقعد مع بعض ونشوف اللايف ستايل تشالنجز اللي المفروض نتحط عليها تبقى عامله ازاي اكوردنج للنيز بتاعته. طبعا ممكن نبتدي بمثلا الاكتيف لايف ستايل، ممكن نبتدي بالهابي لايف ستايل، ممكن نبتدي بالهيلثي لايف ستايل، على حسب هو ايه اكتر حاجه كانت ضعفانه عنده. وفي نفس الوقت نيجي بعد اسبوع بقى نشوف الدنيا ماشيه ازاي، ازاي هو يعني متابع معانا، ازاي هو ماشي على نظام، ازاي هو يعني بيخبص ولا ما بيخبصش، ونعمل تويكينج اكوردنجلي. فاهمني؟ فكل حاجه بتبقى ماشيه يعني زي ما بيقولوا كده ايه، I'll go with the flow، نشوف الريسبونس عامل ازاي ونرياكت اكوردنجلي. بيرفكت. طب دكتور سامح، انتوا الكلينيك تبعكم في لندن انتاريو صحيح؟ ان شاء الله. بالظبط ان شاء الله. انا بأوتوا او انا في مونتريال، كيف بدي اتواصل معك؟ احكي لنا شويه عن طريقه، خاصه هلا بالكوفيد هو احنا في اوقات الكوفيد الحقيقه احنا حولنا كل شغلنا اونلاين، يعني احنا حاليا ما بنستقبلش زباين في المكتب بتاعنا خالص، حتى اللي في لندن. حتى اللي في لندن يعني احنا لا عايزين نبقى سبب انفكشن ولا عايزين نبقى سبب نشر عدوى. فبالتالي لحد ما الكوفيد 19 ده نشوف الدنيا ماشيه ازاي. انت شايف حتى الحكومه بتتخبط، نفتح ولا نقفل، نفتح ولا نقفل، يعني احنا كلنا بنشوف الدنيا ماشيه ازاي. وبالتالي عملنا حاجات معينه بحيث ان احنا نضمن الكوميونيكيشن تبقى هي والفولو اب مع الكلاينت بتاعنا as if nothing happened. فبنستخدم زوم، وبنستخدم فيسبوك جروبس، وبنستخدم الواتساب، وبنستخدم لايف كولز. كل حاجه من دي بتبقى لايف كولز. فما فيش اي نوع من انواع الاحساس ان يا ريت اقدر اجي، واخد بالك؟ وطبعا الحاجه الظريفه جدا ان احنا بنستخدم الميزان بتاع الكلاينت بتاعنا. الميزان بتاع بنقول لك توزن ازاي، وده كمان بيبقى ساعات يعني جميل ان هو يبقى عنده ثقه مع الميزان بتاعه، ما يبقاش محتاج انه يجي لي ويوزن عادي. طيب دكتور، كيف طريقه انهم يوصلوا لكم؟ يعني في حاله انه واحد بده يتواصل معكم او يعرف عنكم اكثر، انا شايف في ويب سايت لكم، انا هحطه على الشاشه واذا بتحب تحكي برضه عن الطريقه. الله يحفظك. طبعا احنا انا راجل الاولد فاشن يعني شويه، انا راجل ممكن توصل لي بكل الاساليب. عايز تتصل بينا بالتليفون اتصل بينا بالتليفون، عايز تبعت لنا رساله على التليفون تبعت لنا رساله، عايز تخش على صفحتنا على الفيسبوك وتبعت لنا رساله على الماسنجر برضو ممكن تعمل كده. لو خشيت على صفحتنا على الفيسبوك هتلاقينا تليفون على الواتساب ممكن تكلمنا بالواتساب، عايز تبعت لنا ايميل على الايميل بتاعنا اللي موجود على الويب سايت او موجود على صفحه الفيسبوك بتاعتنا ابعت لنا ايميل. باي شكل من الاشكال عايز توصل لنا احنا تحت امرك، ويا رب كده نقدر نساعد الناس على قد ما نقدر. طبعا انا بتطلع على الصور دكتور اللي انت حاططها هون، هدول اللي بيشتغلوا مع انت واللي بيشتغل معك ولا مين؟ انا معايا دكتورة وسام، هي زوجتي وهي برضو هوليستيك نيوتريشنست. السيستم واحد اللي احنا شغالين عليه، وهي من باك جراوند كمان صيدلانية، فبيبقى ليها امباكت مع الكاستمرز بتوعها والكلاينتس بتوعها، وبيبقى ليها امباكت كمان ساعات في الميل بلاننج في حتة الريسيرش اند ديفلوبمنت. بيبقى حلو ان احنا ناخد الباك جراوند بتاعت الصيدلي
في بعض الانجريدينس اللي احنا بنحطها في الميل بلانز. يعني انتو تيم تقريبا بتشتغلوا كتيم؟ احنا بنشتغل كتيم خصوصا في الجروبس، وبنشتغل انديفيدوال مع الوان تو وان كونسلتيشن. دكتور انا شايف صورتك قبل وبعد، هل هذا صحيح؟ هل هذا انت ولا فوتوشوب؟ هو ده انا. وهو ده السبب الرئيسي اللي خلاني شايف ان الهوليستيك نيوتريشن او النظام الغذائي اللي بيعتمد على تغيير اللايف ستايل بتاعه البني ادم هو النظام الغذائي اللي المفروض اي بني ادم عايز يتغير يمشي عليه. سهل قوي ان انا احط لك ميل بلان، اسهل حاجه، لكن ان انا اجايد يو، ان انا اقول لك النقط اللي موجوده عندك اللي محتاجه تتظبط هي ايه، ده مش سهل، ومحتاج كوميونيكيشن، محتاج هاي ليفل اوف كوميونيكيشن. صحيح. ف البني ادم اللي على الصوره اليمين ده، ده بني ادم كان ناجح جدا في مجال العمل بتاعه، كان بيشتغل بيمانج شركه فاكسينز، بيمانج كندا كلها، ولكن برغم ذلك كان تحت ستريس رهيب، كان بيسافر بنسبه 95% من الوقت بتاعه، ووصل به الحال الى ان هو كان 90 باوندز اوفر ويت، وبيفهم نيوتريشن وبياكل هيلثي، لكن ما كانش عارف ينزل ازاي في الوزن. البني ادم التاني بقى a completely different person, a much happier person, اللايف ستايل بتاعته completely evolved, achieved the maximum genetic potential بتاعه، وما بياخدش اي ميديكيشن. البني ادم اللي على الشمال ده كان بياخد ميتفورمين 1000 ميلي جرام كل يوم عشان يحافظ على نفسه ما يبقاش دايابيتك، هو كان بري دايابيتك، وكان بياخد كريستور 10 ميلي جرام عشان هو كان عنده كوليسترول وعنده هايبر ليبيديميا، وكان بياخد حقن فيكتوزا في معدته عشان خاطر يكنترول الكورتيزون، سوري الانسولين، وكان كمان بياخد مايكروغرام 25 مايكروغرام سينثرويد للغده الدرقيه عشان خاطر يبوست كده الميتابوليزم شويه بتاعه. برغم ان انا كنت بفهم في الاندوكرينولوجي، انا الاندوكرينولوجيست وبتشالنج الدكتوره بتاعت الاندوكرينولوجي بتاعتي، ولكن كل ده ما كانش بيساعد ان انا اخس. وده السبب الرئيسي ان انا لما قدرت اعمل قررت بقى وقتها ان انا اخد الهوليستيك نيوتريشن ده واشوف انا يعني ايه اقدر اغير نفسي ازاي، عشان I went through a lot of يعني trial error مع ناس كتير ومحدش كان successful معايا. فلما عملتها قلت انا لازم قاعد يعني افيد الناس بالحاجات اللي انا ربنا كرمني بيها ان شاء الله. بس وده كان سبب ان انا هبتدي البيزنس بتاعنا. دكتور سامح، يعني انت اللي بتحكي اليوم انه احنا لازم ننتبه على كل شيء في حياتنا، اكلنا، شربنا، نومنا، ستريس تبعنا، شغلنا، everything it's a complex. اهم حاجه هو انت، مش اي حاجه تانية، مش الوظيفه المهمه، مش الاكل والشرب المهم. انت كبني ادم عندك ثلاث حاجات واضحه جدا، عندك عضلاتك وده الفيزيكال هيلث بتاعتك، وعندك اعضائك وده الفيسيولوجيكال هيلث بتاعك، وعندك دماغك وده المينتال هيلث بتاعك. لو الثلاث حاجات دول مش مظبوطين هتتعب، عشان هما انتراكتنج توجذر. يعني انا لما بريكومند الناس تطلع تمشي، ويا ريت كل واحد سامعني خصوصا في الصيف بتاعنا في كندا يطلع يمشي كل يوم نص ساعة، يا ريت لو تمتع نص ساعة مع السان رايز ونص ساعة كمان مع السان سيت، ده في حد ذاته بيبالانس الهرمونز بتاعتك، ده لوحده بيظبط المود بتاعك. مش انت بتعمل رياضة عشان تحرق زيادة فالكالوريك انتيك بتاعك يبقى اقل من الكالوريك بيرن بتاعك وبالتالي تخس، لا اطلاقا. الناس كلها فاكرة ان الاكسرسايز دي عشان اخس، اطلاقا. الاكسرسايز بتمثل فقط 20% من قلة الوزن، ده لو البني آدم قدر يستخدمها عشان يقل وزنه، ولكن في الغالب الجسم ذكي، الجسم ما هوش، الجسم ربنا خلقه ان هو يقدر يحافظ على نفسه، مش خلقه ان هو ينحف او يضعف، ربنا خلقه انه يقدر يحافظ على نفسه ويسرفايف. فلما البني آدم بيزود الكالوريك بيرن بتاعه نتيجة ان هو بيعمل intense exercise،
البني ادم الجسم بتاعه مع الوقت بيريكوجنايز انت بتعمل ايه، وبالتالي بيعمل ري ادجستنج للميتابوليزم بتاعه، فتكتشف ان الاكسرسايزز ما بتخسكش. ف مش الاكسرسايز اللي بالنسبه لي بتبقى ريكومندد عشان واحد يخس خالص. هي طيب احنا هنركز في البرنامج هذا على الاكل اللي بناكله. طبعا مشكله الوزن يمكن هي المشكله الكبرى اللي بالحقها مشاكل اخرى زي اللي حكيته انت، السكر والهرمونات والامراض القلب والشرايين و و و و و وعد ولا تحصي. احنا في هذا البرنامج بدنا نحكي اكثر شيء في موضوع الطعام. في آية موجودة في الأعلى في الشاشة، فلينظر الإنسان إلى طعامه. ربنا طلب منا أنه ننظر إلى الأكل. إحنا طبعا للأسف بنأكل للشهية فقط أو للشبع بدون ما ننظر ليش إحنا. أنا أخذت أفوكادو، ليش أخذته؟ أكلت موزة اليوم، ليش أكلت الموزة هاي؟ هل في حكم من وراء الأكل يا دكتور؟ جميل 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 جميل. وأحلى حاجة في الآية اللي أنت حطتها، فلينظر الإنسان أو الإنسان إلى طعامه. بص بقى يا سيد الفاضل، حاجتين مهمين قوي. طبعا في من ضمن الـ common practice اللي بيعملها أي nutritionist بيجيله client، إن هو ساعات بيديله كده حاجة بيسموها الفود لوج، بيقول له كده إيه، خد الورقة دي اكتب لي كده قول لي أنت أكلت إيه الأسبوعين اللي فاتوا. طبعا ده ما بيحصلش، فبنقول له طب خد الورقة دي ومن هنا لحد الاسبوعين الجايين معادنا، عايزك تعيش حياتك بطبيعي خالص وتملالي الفود لوج ده وتيجي تقول لي عشان اشوف انت كنت بتاكل ايه الاسبوعين اللي فاتوا، وعيش حياتك بشكل طبيعي جدا. احنا بنعمل الاكسرسايز ده مش عشان احنا عايزين نعرف هو بياكل ايه، طبعا بتبقى فيه معلومات تفهمنا ايه الكومن فود اللي هو بياكله، بس لما تسمع كده مني كلمه الكومن فود اللي ما حدش يعرفه، ان تقريبا 80% من الاكل اللي انت بتاكله ريبيتد و20% اللي بيبقى فيه دايفرسيتي، ولو انت راجل الموضوع هيبقى اسوأ، هيبقى اكتر من 80% ريبيتد. الستات اللي بتحب الدايفرسيتي الى حد ما، بس ستيل 80% من الاكل بيبقى ريبيتد. تمام، الكلام ده معناه ايه؟ والنقطه دي انا عايز كل واحد سامعك يحطها ويسمعها بشكل كويس جدا. في عندنا في الجهاز الهضمي حاجة اسمها الجت مايكروبيوم أو المايكروفلورا أو البكتيريا الحميدة اللي موجودة بتعيش في الأمعاء بتاعتنا. نعم. البكتيريا الحميدة دي كل ما كانت دايفيرس وأنواع كتير كل ما كان صحتك أفضل وتأثيرها على جسدك افضل. طيب ننوعها ازاي؟ ان احنا ناكل كل الحاجات اللي ربنا كرمنا بيها وادهلنا ويبقى عندنا دايفيرس فود، مش بس 2-3-4 بنروح ونجري ناكلهم. الكلمه الجميله اللي حضرتك قلتها دي ان الواحد مش بياكل لصحته، مش بياكل عشان مزاجه. عايز اقول لكل واحد سمعك يا ريتك حتى بتاكل عشان مزاجك، ده انت البكتيريا اللي عندك اللي تروح تقول لك روح يا بعيد هات لي عيش عشان انا جعانه، فسيادتك تروح تاكل العيش عشان تاكلها، بس بتقول لنفسك اصلا انا بحب العيش. انت مش بتحب العيش، انت دريفن زي كده الست الحامل تيجي تقول لجوزها انا بتوحم على جوافه يا محمود هات لي جوافه، فطبعا هي مش بتتوحم على الجوافه عشان تتدلع، ده هي عندها ديفيشنسي مثلا في فيتامين سي، ديفيشنسي في حاجات معينه، وديت ريبريزنتد عندها بالجوافه، مش عشان هي ذكيه وعارفه الجوافه، لا ده جسمك اللي ذكي بيقول لك روح هات جوافه يا بعيد، فتروح تقول لجوزها اديني جوافه فيديها جوافه، فبتاخد النيوترينس اللي هي محتاجاها. فلازم الواحد يعرف كويس قوي ان حاجه مهمه قوي، هل انت taking control of your health ولا you got microbiome is taking control of you. لو انت taking control of your health يبقى انت ممكن تشتغل على انك تخلي ال gut microbiome بتاعك diverse، وبالتالي تكريف كل حاجة مش تكريف حاجات معينة بسيطة. فلازم تبقى عارف ان عندك
عندك حاجة جميلة اللي هي حرية الاختيار اللي ربنا ادهلنا كلنا ان احنا نغير وننوع وندخل حاجات جديدة. فما نخليش الحاجات اللي احنا زودناها في البطن بتاعتنا تعمل لينا كنترول وتقول لك روح هات العيش وروح هات السكريات وروح هات الحاجات اللي انت دايما بتكررها مرارا وتكرارا. up to 80% of your food has been repeated. جميلة قوي اللي انت قلته. في كم تعليق عندنا. محمود المصري عودتنا على الرائع. اكيد راح تشوفوا شغلات انا بقولك رائعه جدا. احنا عملنا ديسكشن مع الدكتور سامح قبل فتره وفعلا رجل نوليدجبل وعنده معلومات كبيره جدا وضخمه جدا، وان شاء الله حيفيدكم في هذه السلسله اللي حتكون تقريبا 12 حلقه. طبعا حاطين احنا على الشاشة وبالكومنت طرق التواصل مع الدكتور اذا حابين تتواصلوا معاه. اسماء بتسأل الصورة بعد الرجيم جميلة، هل الزوجة فرحانة وهل فقدان الوزن يشعرك بنوع من الضعف؟ الزوجة فرحانة، ده سؤال ذكي جدا. انا عايز يعني ياريتها تكتب لنا تعليق تاني تفهمني هي قصدها زوجتك. زوجتك فرحت لما انت ضيف؟ طبعا فرحانه. ما وهقول لك ليه، وهقول لحضرتك ليه يا اسماء. فرحانه لاسباب ان في بعض الاكل بيخلي مزاجك مش كويس وبيعمل لك اجيتيشن وبيخلي عارفه زي ما بيقولوا كده الولاد مهيبره من كتر السكر. لما بتاكل اكل بيعمل بالانس للميتابوليزم بتاعك، لما بتاكل اكل بيعمل دايفرسيتي في الجت مايكروبيوم، بيبقى في حاجه اسمها الجت برين اكسس. الجت برين اكسس ده نيورو ترانسميترز رايحه جايه ما بين الجت وما بين البرين، فكل حاجه بتامباكت الحاجه الثانيه. يعني في ناس كتيره جدا واحنا في الوطن العربي عندنا كومن ان احنا نلاقي ناس من المنطقه بتاعتنا بيبقى عندهم الايريتابل باول سيندروم، ده نتيجه ان هي ساعات بتبقى ستريسد. في واحد بيبقى ستريس داخل على الامتحان يبص يلاقي بطنه وجعاه، طب مال بطني ومال ان انا داخل على الامتحان؟ هما كونكتد ببعض. فمن ناحيه فرحانه طبعا هي فرحانه. من ناحيه ان فقدان الوزن يشعر بالضعف او الوهن، ده حاجه جميله قوي ان انت سالت السؤال ده. الحقيقه فقدان الوزن اللي بيتعمل بشكل unplanned وبيتعمل بشكل مش محسوب ممكن يؤدي الى فقدان الوزن. ليه؟ عشان البني ادم عشان وزنه يقل في حاجة اسمها calories in و calories out. فعشان اضمن ان انا عايز انزل في الوزن، عايز اضمن ان total calories in اقل من total calories out. بس الموضوع مش energy بس، الموضوع فيه phytochemicals عشان البرين، الموضوع فيه diversity of food عشان الجت microbiome يبقى متزبط ويدخل لك حاجات هتفيدك انت في الجسم بتاعك، انك انت ما هو ده الباي برودكتس انت اللي هتستخدمه جسمك هيستفيد بيه. في حاجه اسمها فيتامينز، وفي حاجه اسمها مينرالز، في حاجه اسمها انزيمز، في حاجه اسمها الايج بتاعك، وازاي نقدر نديك ممكن دايجستيف انزيمز عشان نضمن انك بتاخد الماكسيمم بنفيتس اوف يور فود. لما بتبقي عندك كل الريكويرمنتس ديت وبتبقي عندك اكتيفيتي بتعمليها بتقلي in a healthy way، مش in a way that will make you feel ان انت عندك ضعف او عندك وهن. فما تعملوش الحاجات دي مع نفسكم، حاولوا تستفيدوا من خبرات الناس اللي راحت واشتغلت وتعلمت عشان تعملي الماكسيمم بنفيت لجسمك وتحط جسمك في الزون اللي بيقولوا عليه النورمال زون من البادي ماس اندكس او الكتلة الجسمية للبني آدم اللي هي ما بين 18.5 ل 24.9 من خاصة بديمة. دكتور سامح هدول اللي مثلا بعيشوا على رجيم واحد مثلا بوكلوا بس تفاح فهذا أوكي بزيد عنده فيتامين A، بس كل العناصر الثانية بتروح فبالتالي ممكن يشعر بضعف. أتوقع أنه بالعكس أنه المفروض لما الواحد يضعف جسده يعني يشعر بقوة لأنه صار يعرف يتحرك، صار يعرف ينام، صار يعرف دي حقيقة بنسبة 100% ان البني ادم لما جسمه بيتظبط وكل حاجة شغالة مع بعض in harmony واللايف ستايل بتاعته اتغيرت واكله معمول بشكل دايفيرس بحيث انه يخليه يقل في الوزن ولكن ما يقلش في الطاقة، بيبقى طاقته اعلى.
يعني بتبقى الناس عندي بتبقى مستغربة، بتقول لي أنا مش عارفة إزاي بقل في الوزن وعندي طاقة زيادة. أنت عندك طاقة زيادة عشان أنت مبسوطة، عشان أنت بتاكل أكل صح، عشان أنت بتاكل أكل كده زي الأكل اللي بيأكلوه الممثلين المشهورين والناس اللي تبص تلاقي تقول لك ايه ده، ازاي الست دي عندها 60 سنه وشكلها اقل مني في اقل مني في الشكل، ازاي الراجل ده عنده 50 سنه وشكله زي ما يكون عنده 20 سنه. ده عشان الناس دي مع نيوتريشنست واخده بالها من شكلها، واخده بالها من اكلها، واخده بالها من صحتها، وشايفين الفاليو بتاع جسمهم عامل ازاي وبيحافظوا عليه. هو ده الفرق، مش راكد ساينس يعني. آخر تعليق من أسماء وهو تعليق مهم جدا، وهذا يمكن سبب برنامجنا. للأسف ليس لدينا معلومات عن كيفية تهيئة طبق متوازن، لم نقرأ بالمدرسة عن هرم التغذية. بتحب تعلق دكتور؟ تفضل عشان نتكلم عن البرنامج. أحب أعلم. بصي أنت كلامك صح، وفعلا لم نقرأ بالمدرسة يعني عن هرم التغذية. لا، احنا خدنا هرم التغذية، بس هرم التغذية كان موجود بشكل كده complicated ما حدش يفهم منه اي حاجة. اوكي، فهو ده اللي حصل في المدرسة. ازاي يبقى متوازن؟ في زمان كانوا بيقولوا ايه مصادر الطاقة، هي عبارة عن الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، كلام كبير كده يعني الواحد ما يبقاش صعب يمسكه. يعني عايز اقولك حاجة، الفولة فيها كربوهيدرات وفيها بروتينات وفيها فات، مش لازم اديكي معلقتين زيت عشان احط لك فات على الفول مثلا على سبيل المثال. الزيت فيه زيت وفيه فات وفيه برضو بروتينات وفيه فايتوكيميكلز وفيه فيتامينز وفيه مينرالز، حاجات كتيره جدا الواحد لازم يبقى عارف. لكن بشكل عام في اكل لازم الواحد يبعد عنه. ليه؟ عشان مش صحي بشكل عام. ايه اللي هو الاكل ده؟ اللي بيسموه الالترا بروسيسد فود. كل ما تغير شكله الى شكل لا يمكن ان تتعرفي عليه بمنظره الطبيعي وما هو منظره قبل ان يتحول، انا ببعد عنه. يعني تيجي تقولي لي الهوت دوغ، طب ده من التشيكن ولا من البيف ولا من البورك؟ ما اعرفش، يبقى ابعد عنه. تيجي تقولي لي الفلاور، طب ده فلاور من ايه؟ هل ده ويت فلاور ولا بارلي فلاور ولا ألموند فلاور ولا ايه بالظبط؟ لازم اقرا، يبقى ابعد عنه احسن. كل ما اختلف شكل الفود عن منظر الطبيعي كل ما ببقى كاوشس ان انا استخدمه. دي نمبر 1. الالترا بروسيسد فود يعني بقى لما تيجي تبص على الانجريدينت بتاعه الحاجه اللي بتشتريها وتبص تلاقي مثلا في 20 لستة كده، يعني انا رايح اجيب عيش، يعني هو اسمه عيش، هو اسمه توست، خلاص كده يعني اتخيل ان هو عبارة عن قمح واتعمل منه عجينة واتسوى وبقى عيش، ده اللي انا متخيله يعني. لكن ابص الاقي فيه مثلا اكتر من 25 انجريدينت في العيش ده، ليه يعني؟ هل دول معهم فلوس يرموها يجيبوا انجريدينت؟ لا طبعا. بس ده خليني بس ركز يا جماعه، الدكتور بيحكي ingredient اللي هم مكونات وليس النيوتريشن فاكت، بس عشان ما يختلط عليكم. الله ينور. يعني لما تيجي تبص كده على الليبل تبص تلاقي فيه يقول لك الكالوريز والكربوهيدرات والبروتين والمينرالز والفيتامين، ده جميل جدا، ملناش دعوه بالكلام ده، ملناش دعوه بالكلام ده. خش بقى على تحته كده المكونات او الانجريدينتس، تبص تلاقي اكتر من 5 انجريدينتس. نصيحتي رجعيه، مش عايزين، رجعوا. ما ينفعش، ما معناه ان هم حطوا حاجات كتير عشان يداروا على البلاوي. طيب دكتور احنا مش هنطول اليوم على جمهورنا لانه هاي الحلقة الاولى، ان شاء الله في الحلقات القادمة حنجيب لهم موضوع الأطعمة بشكل جميل جدا. ممكن نتكلم عن موضوع الفيتامينات اللي هي كل الناس بتسأل عنها، هل أخذها هل ما أخذها، هل أخذها حبوب هل ما أخذها. السؤال اللي بيسألوا ناس كتير أنواع الكيتو، أنواع الدايتس، ناس بقول لك كيتو دايت، ناس بقول لك ميديتيريان دايت، اتسترا. حنتكلم عنها في حلقة.
هنتكلم عن الأكل بشكل عام. يعني زي ما حكى الدكتور سامح وأنا عجبني كلمة حكاها، الفول فيه صح نسبة عالية من البروتين، بس برضو فيه جزء دهون وجزء كاربز. فالناس للأسف مفكر إنه أنا أخذت تفاحة معناها بس أخذت فيتامين A ونسيوا الفايبر ونسيوا كل الشغلات التانية. فحنتكلم عن بعض الخضروات والفواكه بشكل تقريبا مفصل، نعطيكوا انه هذه الفاكهة مثلا الفرق بين فاكهة التفاح وفاكهة الموز وهلما جرة والحمضيات وهلما جرة. هنتكلم في حلقات متقدمة شوي عن الطبخات، وهذا يمكن انا ما شفت اي برنامج بتكلم بهذه الطريقة. هذا بده تحضير منا انا والدكتور سامح كتير. حنمسك طبخة الكشري ونفصفصها ونقول لكم ليش تاكلوها وليش ما تاكلوها. طبخة الدولمة او ورق العنب او ورق الدوالي ليش تاكلوها وليش ما تاكلوها. طبخة سين، طبخة جين، حنحاول انه نجمع اهم الطبخات. طبعا مش هنقدر نحكي عن كل شيء، وطبعا في ال... في ال... في كل حلقة حيكون عندنا في توازن. يعني حنحاول نعطيكم المشاكل اللي ممنوع تاكل فيها بعض يعني الخضار والفواكه أو الأمراض الصحية. جميل. وفي نفس الوقت إذا أكلت هاي الفواكه ممكن تساعدك في الجسم وتخليك أفضل بصحة أفضل. يعني الإنديكيشن والكونترا إنديكيشن، مش التفاح كويس للكل ولا هو سيء للكل. الموز في ناس ممكن يكون عندهم حساسية منه، ناس ممكن بالعكس يحتاجوه لأنه عندهم نقص في المغنيسيوم وريفر. كل هاي الشغلات حنتكلم فيها. بعرفش إذا نسيت حاجة يا دكتور، صححني. يعني أنا سعيد قوي بالبرنامج ده، وسعيد قوي بالكلام الجميل اللي حضرتك قلته ده. يعني فكرتني لما بتقولي الكشري، وأنا عايز أقولك حاجة بقى. معروف جدا عند المصريين إن المحشي معناها أدخن. فطبعا كان عندنا طبعا الكلاينتس بتوعنا كنا عاملين برنامج اسمه بيست رمضان ايفر الشهر اللي فات، ولما حطينا لهم في المين بلان محشي كانوش ايه ده محشي وهنخس. محشي نخس هو الفرق نعمل المحشي ازاي، واخد بالك؟ هو دي الحاجات الجميله اللي ممكن نفيد قوي قوي الناس منها، ان هو ممكن تاكل كوشري تاكله ازاي، ممكن تاكل محشي تاكله ازاي، ممكن تاكل دولمه او ورق العنب تاكله ازاي. طب ايه الحلو اللي فيه وايه اللي ممكن ابقى مش عايزه عشان خاطر اقدر اكله وابقى مستمتع بيه. الهيلثي ايتينج مش معناها ان انا احرم نفسي، بل بالعكس. انا عايز اقول لكل واحد سمعني دلوقتي، الحرمان الحقيقي انك تحصر نفسك في حاجات معينة بتقول ده مزاجي، ده الحرمان الحقيقي. انا باكل كل حاجة وما بخسش وما تخنش، بل بالعكس انا بخس. يعني انا باجي قبل رمضان بقوم متخن نفسي شويه عشان بنعمل بيست رمضان ايفر، واقول لهم انا وزني اهو وزني اهو، وفي رمضان اللي فات خسيت 15 كيلو. وعايز اقول لك ان اي نيوتريشنست من اصعب ناس ان هي تخس، عشان جسمه عارف كل التريكات. عشان انا بتعامل مع نفسي ان انا صار تجارب كل شويه، نجرب ونجرب حاجه جديده. بس الجميل ان البني ادم فعلا اللي وزنه سليم بيبقى عقله سليم وبياكل كل حاجه وما بيتخنش، وده اللي احنا عايزين كل واحد يعرفه. بس في سؤالين لك دكتور، بيقولوا لك من اسمع زباين الدكتور، هل هم اشخاص يعانون من امراض الجهاز الهضمي ام يريدون تغيير مظهرهم؟ كلامك او السؤال ده ظريف جدا. طبعا ناس كتير قوي، عشان بس تبقى عارفه، عشان بس ابقى في قمه الامانه معاكي، ما حدش عارف انه عنده مشكله في الجهاز الهضمي. انا اللي ببقى عارف، هو ما بيجيش يقول لي انا عندي مشكله في الجهاز الهضمي. هو ممكن يبقى عنده مشكله اكبر واضحه زي مشكله الدايبيتس، او هو يبقى بري دايبيتك وخايف يبقى دايبيتك، او يبقى عنده هايبوثايرويديزم او هبوط في الغده الدرقيه او في نشاط الغده الدرقيه، وشايف ان هو ما بياكلش كتير بس بيتخن، فعايز حاجه، عايز حد يساعده. دول بيقولنا طبعا، ودي بتبقى احنا متخصصين في دي اكتر، لسبب ان انا كنت بري دايابيتك وكان عندي هيستوري، عندي حاجات كتير، فعارف قد ايه المشكله دي كبيره.
وفي نفس الوقت دكتورة وسام مراتي عندها هايبوثيرويديزم، فعارفة ازاي تتعامل مع الناس بتوع الهايبوثيرويديزم. ودول اغلب المشاكل الكتيرة اللي بيبقى غالبا في الناس اللي من الجيناتيك باك جراوند بتاعتنا الميدل ايسترن، والناس اللي والناس اللي هم النورث افريكانز بيبقوا دايما عندهم المشاكل دي بتبقى كومن. ممكن نعمل بالمناسبة يا اسماء، احنا بنعمل تحليل جينات، بناخد عينة وبنبعتها المعمل نشوف الجيناتيك ماب بتاعك عامل ازاي، الجيناتيك ميك اب بتاعك عامل ازاي. في واحد مثلا زي حالاتي عنده مشكلة في جينات الدهون، يبقى لازم ياخد مين بلان تكون تيلورد انه ما يبقاش فيها فات كتير، عشان لما ياكل فات جسمه مش هيعرف يتعامل معاه كويس. وفي واحد عنده جينات الدهون مش ميوتيتد زي حالاتي مثلا، ده ممكن ابقى فورجيفنج معاه وانا بديله فات وعارف ان هو هيبقى دايجست مش هيحصل له مشاكل. فدي نقطة مهمة. الحاجة الكومن اللي كله جاي عايز يتغير ويبقى شكله شباب، بس طبعا دي كله بيبقى جاي عايز يتغير ويبقى شكله شباب، عايز يبقى حلو وبيبقى مستمتع بنفسه لما يلاقي جسمه جميل بقى واللبس شكله حلو ويبتدي الناس تبصبص له. في سؤال مهم من أسماء بتقول: بيحصل معاي اكتئاب عندما أحاول أن أهيئ طبق متوازن، ما العمل؟ أنا أنا بعد إذنك يا دكتور هقول لها العمل إنك تحضر الحلقات اللي حنسويها، لأنه فعلا الموضوع هو ليس حطي واحد اثنين ثلاثة، هو لازم تعرفي جسمك عاوز إيه وليه عاوزه، ليش أنا بأخذ هذا. يعني أنا اللي حابب أوصله الفكرة في هذا البرنامج، لماذا نأكل يا جماعة؟ إحنا لا نأكل فقط لنعيش، نأكل لنستفيد من الأكل. ربنا حكانا فلينظر الإنسان، هذا أمر رباني، فلينظر الإنسان إلى طعامه. للأسف نحن بنأكل فقط للمتعة وجمال الأكل وليس أكثر. لكن إن شاء الله مع الدكتور سامح هيكون السلسلة غريبة جدا، السلسلة يمكن لم يحدث مثلها، فإن شاء الله بتتابعونا. أنا بدي أعطي الدكتور آخر دقائق، عندي دقيقة ولا تفضل دكتور يسمعك. خفيف بس على موضوع كلمة اكتئاب، جميل قوي ان 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 أسماء قالت الكلمة دي. انا عايز كل واحد يسمعني يعرف ان الزيادة في الوزن او الاوبيسيتي زيها زي الادكشن، زيها زي المخدرات، زي الادمان. البني ادم بيبقى مدمن على اشياء معينة، وبالتالي لما بيبعد عنها بيبتدي يحس ان هو craving it، ولو هو craving it وما قدرش يلمسها بتتعب. ففي الحالة دي زي كده بالضبط الادمان. لو تتخيلي كده الادمان، عمرك شفتي حد مدمن خش مصحة تاني يوم بطلوا يدوله الهروين مثلا؟ لا، بيدوله برضو هروين بس الدوز واحدة واحدة، يسحبوها منه واحدة واحدة. انت عندك جات مايكروفلورا في كمية حاجات كده، بتاكل العيش هتصرخ هتيلي عيش هتيلي عيش، لازم انت بقى تتحكي عليه، تدي لها حبه 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 لحد ما يقولوا لا احنا هنطفش من الست ديت، احنا مش عايزين نقعد عندها تاني. تبص تلاقي نفسك الدنيا اتغيرت معك، ده السبب. طيب اذا احنا الدكتور هتكون معنا كل يوم ثلاثاء ان شاء الله باذن الله. استمتعت اليوم بوجودي معك، نحكي للجميع تابعونا كل يوم ثلاثاء مع الدكتور سامح وفي بيت الدواء، بيت الداء والدواء. الله يحفظك، شكرا جزيلا. السلام عليكم. مع السلامه.